أصحاب اليقات الزرقاء هم من يفتحون ويعملون ويخلصون، لأن هذه الدولة لم تقصر أيضا معهم في إكرامهم وفي رعايتهم وفي احتضانهم وفي بناء أسرهم. فلذلك في هذه المناسبة وفي عيد الفطر المبارك نحتفل باحتفالات العيد التي سوف تكون في هذا العام احتفالات مميزة تشترك فيها جميع الجاليات على مواقع مختلفة في دبي، عددت بثلاث مواقع رئيسية المحيصنة والجوز وجبل علي.